السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا وسهلا. اليوم من ألمع، من وادي اسمه وادي خرار، من أجمل أودية ألمع. ودي اليوم أتكلم عن موضوع أنا أعتبره مهم. ليه؟ سميت الحلقة هذه وش عليك من الناس؟ ما هي الأغنية ذيك وش على الناس مني؟ لا، وش عليك من الناس؟ إيش معنى ذا الكلام؟ يا جماعة، واحد من الأخوان قال لي، يعرف واحد أنه يقول حياته كلها متقمص الشخصية بشكل مرعب. إيش قالوا الناس عني؟ وإيش قلت عن ذاك؟ وذاك إيش قال يوم قال ذاك؟ وشفت وجهه يوم صار كذا؟ شفت يوم شافني لابس الثوب إيش قال؟ شفت ذاك إيش قال لذاك؟ شفت يوم أكلت ذيك كيف كان إحساس ذاك؟ يعني كل حياته متقمص شخصية إن سعادتي مربوطة بسعادة الناس. إذا الناس فرحوا لأكلي أنا مبسوط، إذا الناس حزنوا لبسي أنا حزين. يا أخي، أنت حتى في كلامك وانتقادك للآخرين، إن كنت تكلمت فيه فقد بهت، وإن كنت تكلمت بشيء ما هو فيه فقد اغتبت، وفي الحالتين ذنبها عظيم. إذا أنت تتقمص شخصية سيئة لا تستمتع أنت ومن تتكلم معه في التليفون أو في أي مكان إلا بهذه الطريقة، وخاصة حبيبات النساء، أخوات النساء. يعني في حديث شريف أن أغلب أهل النار من النساء، حديث صحيح. ليه؟ لهذه الأشياء اللي ما هم يحسون بها، يحسبونها سهلة. تتكلم ظهر فلانة، وش فلانة كيف لبسها، وش كيف قالت، وكيف قالت بلحيها، وكيف قالت بعيونها، وكيف راحت وخلت المكان. يعني دائما الحريم آخر واحدة تطلع من المجلس خوفا أن تكون هي قصة المجلس. يعني أول واحدة تطلع من المجلس وتروح يحتشونها الباقين حش، ثم اللي بعدهم ثم اللي بعدهم ثم اللي بعدهم، حتى آخر واحدة تطلع ما حد يحشها لأنه ما حد درى كيف طلعت ولا كيف لبست ولا كيف مشت. وبناء عليه عش حياتك أنت. أنا يعجبني المكان هذا بجلس فيه، وطز في كل حاجة في الدنيا ما يهمني، أنا أستمتع بالمكان وبالأجواء وبالجمال وبالطبيعة وبكل شيء فيها بما فيها من منغصات. الله لم يضع هذه المنغصات التي تمر علينا إلا ليبتلينا كيف نتجاوزها فنسعد بعدها سعادة. يعني كل مشكلة تجي وتتجاوزها راح تحصل على سعادة معينة، والحياة كلها طلعت ونزلت، ما في حياة سمح. وإذا الحياة ما فيها مشاكل ما لها طعم، ولا عندك خبرات ولا تقدر تعيش في الحياة. ولذلك الأولاد اللي مفيين في الفية ما يصلحون في الحياة. أي مشكلة تجيهم ينهارون وتجيهم حالة نفسية ويعيشون على حبوب اكتئاب. ليه؟ لأن نحن أبائهم ما عودناهم، كل ما جت مشكلة حليناها وكل ما صارت قضية حليناها. وذلك خطأ كبير من أخطائنا في الحياة أن نربي أولادنا على أن ينتقدون الآخرين. خطأ نخليهم يتكلمون في الآخرين، خطأ نخليهم يسعدون بسعادتنا، خطأ نخليهم يفرحون بفرحتنا، خطأ أن نخليه يمثل قدامنا زي القرد عشان نقول أوه هذا الولد ممتاز، وخطأ نقول أن هذا القرد ما هو ممتاز، عفوا في التشبيه. ولكن هذا اللي حاصل الآن، أنك إذا شفت ولدك يتقمص شخصيتك تقول هذا الولد ممتاز ممتاز هذا، وإذا ما تقمص شخصيتك هذا الولد بيبهذلني وينشف في نحري. ما أدرى أن هذا اللي يقول لا وكذا صح وكذا خطأ هذا عنده شخصية، والممسوح الشخصية اللي ما يقول لا وينفذ كل أوامرك وكل طلباتك. ما أقول عقوق، أنا أقول كل شخصية ويبدي رأيه. إيش فيها لو تناقشنا؟ إيش فيها لو الشخص اللي بتحتش ويروح تكلمت وقلت له كذا كذا؟ إيش فيها لو كنت شجاع واحد حش واحد قدامي قلت له؟ هل تستطيع أن تقول هذا الكلام في وجهه حتى أفرع بينكم وأنتم تتلاطمون؟ ومن حقي عليك كنت صديق تدافع عني إذا غبت. لذلك من الغيبة والنميمة أن تسكت واحد يغتاب أحد في مجلس، خاصة من المجالس. ودكم نكتمهم المنافقين الكذابين اللي قاعد يتكلم من ظهر بعض. إيش معنى يوم هو جالس ما قلتها؟ إيش معنى يوم راح قاعد تقولها؟ يا نذل، لا تكسب ذنوب، لا يحاسبك عليه ربي يوم القيامة، لا يأخذ من حسناتك، وإذا ما عندك حسنات يعطيك من سيئات. أحذر، أنا خايف عليك تقول ذا الكلام وما هو موجود. من البر أن تدافع عن أخيك المسلم إذا ما هو موجود، ومتى حضر خل اللي يتكلم يتكلم، هو بيدافع عن نفسه. مرة في جلسة واحدة من أعدائي اللدودين اللي يتمنى لي الشر تكلموا فيه ناس، المفروض أن يقول إيه عزز وترى كذا وزيدهم بيتين ولا ثلاثة أزيد الطين بلا. قلت لا 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 تقولوا فيه شيء، حتى يجي يدافع عن نفسه، ترى له موجود ما أتكلم، أخليه يدافع عن نفسه. ولذلك ما أجمل تكلم عن أنفسنا، ما أجمل تكون مجالسنا لنا، ما أجمل أنك تتقمص شخصية نفسك وتأكل ما تحب وتتكلم في ما تحب وتمشي مع من تحب وتسافر مع من تحب. ما أجمل أنك ما تنافق للآخرين عشان يكونون راضين عنك، ما يرضون بالطقاق. هذه حياتي وهذه سعادتي وهذه الأمور اللي أنا ماشي فيها، وجعلنا الله إياكم من السعداء.